السنه دي لمصر. احنا علشانك يا بلدي ستودنت اكتيفيتي في هندسه عين شمس، المفروض السنه دي تاني سنه لينا نعمل تجديد للمدارس. احنا هممنا قوي المنطقه دي وهممنا العزبه وهممنا الطلاب اللي شغالين في المدرسه دي علشان حالتها مش كويسه قوي، فاحنا حبينا لتاني مره لتاني سنه ان شاء الله ان احنا نغير لهم المدرسه، نخليهم في بيئه احسن، ان هم يعني يتعلموا في بيئه الطف. يعني احنا بنعبر بكل ده عن حب طبعا لمصر اولا واخيرا. يعني اي حد بيحب مصر زينا يجي يساعدنا، لان احنا قدامنا لسه شغل 5 ايام او اكتر عشان نلحق ان شاء الله نخلص المدرسه كلها ونقدر نساعد الناس. احنا اكتر حاجه بنحب ان احنا نعملها العطاء لاهل مصر والبلد كلها. هابي فالنتاين لمصر طبعا. الاول انا عايز اقول ان احنا هنا شغالين في المدرسه بقالنا 5 ايام، بنجددها من اولها لاخرها، بندهنها، بنجدد فصول، بنرمم ديسكات عشان الاطفال يجوا يلاقوا هنا مكان مهيئ اكتر ان هم يشتغلوا. بس انا عايز اقول حاجه اخيره بس، هو يعني حبنا لبلدنا ملوش مناسبه واحده بس، احنا يعني حبنا لبلدنا كل ايام السنه.